أصبحت عادة في بعض المجتمعات يتخرج الولد من الجامعة، تتخرج البنت يابوا لها هدية. زين شو المشكلة؟ شو الهدية؟ السؤال الحين كلب الله يعسكم هالقد يهوهو في البيت وفي الصالة وفي غرف النوم ويرقد معاهم على الأسرة، وبالذات الأخوات تحصلهم يصورون سناب مستانسين كلب. يا جماعة الخير، نبينا محمد يقول إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. إذا ما دخلت الملائكة بيكون البديل من الشياطين، تحل بعد ذلك الويلات والهموم والغموم والمشاكل. ليش ما في ملائكة؟ البيت مليان شياطين. يا جماعة الخير، ينقص من أجر مربي الكلب كل يوم قيراط من الحسنات إلا كلب صيد أو حراسة أو ماشية. شو القيراط؟ حسنات مثل جبل أحد. أنا وأنت المساكين وين عندنا حسنات مثل جبل أحد؟ أخسرها بسبب كلب؟ يليت نفكر ونعرف شو نهدي للناس من جديد.